نزيله بسجني عين سبع جوج، عندي 10 شهور ديال السجن. التهمه ديالي اللي انا كانت نصب. الحمد لله السجن ماشي هو تسجننا، رحنا مسجونين، حتى هو في حياه اخرى، واخا بعيده على وليداتنا وبعيده على ولدينا، ولكن كاينه حياه. دخلت، فاش دخلت نبلوله كنت محطمه تحطيم كلي كما كنقولوا، يعني ما كنتش حتى كنهضر، ما كنتش كنهضر. اول مبادره ليا هنا داخل السجن خدمت في البافيت الكمامات، يعني شاركت في البافيت من شهر 7 حتى شهر 10. توقفنا على السونتر على خدمه البافيت، توقفنا. الحمد لله جات المبادره ديال ماستر شيف، قررت انني نشارك بحكم انني عندي ميول للطبخ. وديجا على برا انا كنت، هذه هي الخدمه ديالي، كنت دايره بروجي ديجا الحمد لله. بعد ما شاركت في المسابقه تاهلت في المسابقه الاولى وتاهلت في المسابقه الثانيه. في المسابقه الاولى درنا الطاجين ديال سبع خضاري، المسابقه الثانيه درت بولي غولي بواحد الصوص وبسلاد، سلاد اللي كنت بريباريتها بالروز الباربا خيزو والخس. يعني الحمد لله جيت انا الاولى. من بعد شاركنا في المسابقه النهائيه، كنت كنتمنى انني نكون من المحظوظات الاوليين، ولكن الحمد لله كيف ما داوها صحباتي بحال ديتها انا. ولكن رغم ذلك انني واخا ما فزتش، الحمد لله اونسومبل انها اختاروني باش نستأنف معاهم العمل بعد الخروج ديالي باذن الله. وكنتمنى من الله يكمل علينا. وهذا السجن كيف ما كنقول الناس، يعني خاصهم يحيدوا ديك الفكره ديال السجين راه خايب، لا، كله وظروفه، كله كيفاش حتى دخل السجن. ما كناش كاع، ما عمرني انا كنت حاطه في بالي انني واحد النهار غنكون سجينه، ما عمرها. باذن الله انا كنتمنى الى خرجت كنتمنى ناسس واحد البروجي كيف ما كنت دايرها في الاول، كنت دايره واحد المحل صغير، وكنتمنى عاود دابا الى خرجت نرجع البروجي ديالي باش لان هذا هو المتنفس ديالي الوحيد باش نعاود نضم الاسره ديالي، انني واحد الاسره صغيره باغا نجمعها بجهد الله تعالى. وكنتمنى والله يعاونني يا ربي. صافي، ما واخا ما عرفتش شنو مازال يقولوا لي، اجي فاطمه عطي هادي، واخا موراها مليار، حتى حاجه ما كتسوى نهار واحد على برا ما كتسواش، سيرتو الوليدات. صعيب صعيب باش يكون عندك الولاد وما تشوفهمش واخا غير شهر 10 شهور باش ما تشوفش ولادك، صعيبه صعيبه بزاف. كنتمنى من الله تكون هذه اخر الاحزان في حياتي، كنتمناها من الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبه، ما عمرني نعاود.